بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، نتواصل ولازلنا نتواصل مع هذا الانطلاق الجميل ومع هذا الانطلاق المميز. هنا من أرضية ميدان الطي ننقل لكم هذه الأحداث الجميلة المميزة، هذه الأحداث الذي اعتدنا عليها منذ بداية هذا الموسم، ودعم أصحاب السمو الشيوخ دائما يتواجد لهذه الرياضة العربية الأصيلة. بسم الله على البركة أيها الإخوة، هناك نذهب بصدارة الشوط بالمركز الأول اللي مسيطرة على ميادة على ما ظن عم لسيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي. نقلتنا على فيافي لسمو شيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان لغويص، نقلتنا هناك على شعار ديبة من الجانب الثاني يأتي مع بنت الباز محمد بن يمعب الدبيلة بو هزاع من يرافق هناك بنت الباز. نقلتنا على المركز الرابع، المركز الرابع أيها الإخوة مدللة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم حير بن سيب النايع بو نواس، وفي المركز الخامس، المركز الخامس اللي هي راهية للسيد سعيد بن عبد الله بن شميل الاكتبي. نقلتنا على سادس المراكز، هناك انجاز لسيدي سمو الشيخ احمد محمد بن راشد المكتوم احمد عبد الله بهلي، بينما اللي في المركز الثامن، المركز الثامن ولا سابع المراكز شواهين وتعود ملكيته تميم راشد حميد القاصون الاكتبي، وفي المركز الثامن، المركز الثامن بنت الشقب سعيد بن راشد بن علي بن طماع الاكتبي، بينما اللي في المركز التاسع، المركز التاسع عجايب محمد والراشد بن سعيد بن عبيد الطريجي، وفي المركز العاشر نوادر سلطان بن سعيد ثامر المنصوري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، لعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام والكمال لله سبحانه وتعالى. ميادة في المركز الأول من تسيطر على مقدمة هذا الشوط الصامدة حتى هذه اللحظة بشعار الإنجازات سيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وأحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي، بينما بنت الباز ولا هناك من الجانب الثاني الحذرة لمحمد بن معبد بن عبيد بن دبيلة. ثالثا اللي هي إنجاز لسيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وأحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي. المركز الرابع راهية سعيد بن عبد الله بن شميل، وفي المركز الخامس هناك نوادر سلطان بن سعيد ثامر المنصوري. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت نتيجتنا للعشر المراكز ولا الخمس ما شاء الله، بعد الكيلو نكتفي بالخمس. وهنا ميادة مسيطرة على المركز الأول صامدة على مقدمة الشوط، الله يا المركز الثاني، هناك من الجانب الثاني اللي هي الحذرة لمحمد بن يمع بن عبيد بن دبيلة، وإنجاز ثالث المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي. المركز الرابع نوادر لسعيد بن ثامر المنصوري، ولكن الشوط بدأ يحلو، الشوط بدأ يحلو. الله 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 يا المنصوري. هناك شعار سيدي سمو الشيخ حمدان محمد، شعار بن قحيد أيضا يقترب بن شميل، وأول ندى، أول ندى لشواهين لتميم بن راشد بن حميد الخاصوني، ولكن نوادر ما شاء الله اللي مسيطرة على لوحة هذا المركز الجميل والفنان. ولكن أيضا هناك اللي هي شواهين تميم بن راشد بن حميد الخاصوني الاكتبي، وفي المركز الثالث وصفة محمد بن خليفة بن قحيد، ولكن الميتين المتر الأخيرة. الله يا الخاصوني، يا سلام يا الخاصوني. شواهين تميم بن راشد بن حميد الخاصوني الاكتبي مسيطر على المركز الأول وصامدا على مقدمة الشوط، واسعد الله صباحكم يا هالي. وين مليحه ولا بحايص تهاني الناموس المركز الثاني، شعار سلطان بن سعيد بن ثامر المنصور المركز الثالث، شعار محمد خليفة بن قحيد المركز الرابع لمحمد بن راشد بن سعيد الاكتبي، وفي المركز الخامس
المركز الخامس راح على ما اظن شعار سعيد بن راشد بن طماع الكتبي. 4 دقائق 40 ثانية 86 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.